أكيد شكرا للزميل على هذا التقرير الرائع. وإحنا راح ننتقل إلى ضيفتنا اليوم، راح نتحدث عن الشخص لما يكون يمكن يدرس في مجال وأيضا شغفه يكون بمجال آخر. مرات يكون اختيارنا، مرات يكون مو اختيارنا أو مشورة أحد آخر، ولكن اليوم راح نتحدث عن طبيبة، وراح نتحدث عن طبيبة تمتلك مواهب متعددة مثل الرسم والتطريز، نحت السيراميك. رغم دراستها للطب وتخرجها من جامعة المستنصرية، إلا أنه هي وجدت شغفها وحبها للفنون وتعلمت هوايات جديدة ما بين فترة وأخرى مثل الرسم والتطريز والنحت على السيراميك والتصوير وحتى الكتابة، وتعمل حالياً بالخرز وتصنع الكلايد والسوارات. خلونا نرحب اليوم، راح تكون معنا من بغداد الدكتورة آية عماد. يسعد صباحك يا آية، وحياك الله في صباح دجلة. صباح الخير. هلاو. يسعد صباحك آية مرة ثانية، وحابة أسألك سؤال مهم جدا. اليوم أنت درستي الطب، شنو الشيء اللي دفعك أنه بعد دراسة الطب ما كملتي في هذا المجال والتجأتي وصار شغفك إلى موضوع ثاني اللي هو التطريز والنحت وهذه التفاصيل الجميلة كليتها؟ يعني هل هاي الهواية كانت عندك من زمان وأنت حبيتي أنه تطوريها؟ ايه، هي يعني كانت عندي من زمان هاي الهواية، انا حبيت اطورها. يعني من انا وصغيرة حابة انا هاي الهواية، وحبيت يعني مرة عن مرة حبيت اطور نفسي. اول مرة بديت الرسم، بعدين حاولت اطور نفسي، قمت اتعلم التطريز والنحت، وهسه بالجديد يعني قمت احب اصنع اكسسوارات، يعني قلائد وهيك تراتشي وسوارات. نعم. طيب آية أو دكتورة آية، خلينا نقول اليوم رحلة الطب شاقة، يعني لا سنة ولا سنتين، والجهد فيها يحتاج إلى جهد مضاعف يمكن 10 أضعاف عن أي تخصص آخر. إذا أنت من البداية كنت مكتشفة شغفك بهذا المجال، ليش دخلتي الطب؟ ليش دخلتي إلى هذا المجال؟ يعني دخلت الطب لانه يعني انا هم جد احب هواية يعني هم احب الطب، احب انه ادرس طب الاسنان، وطب الاسنان هو له علاقه بالفن، يعني لانه طبعاً كله يعني يشتغل على شغلات دقيقه واعمال دقيقه، يعني هو دقيق هم كشغل دقيق، يعني يعتبر له علاقه بالنحت هم. يعني احنا اصلا ندرس يعني النحت من ضمن الاعمال اللي احنا ندرسها. مثلا من المرحله الاولى احنا بدينا نتعلم النحت وننحت الاسنان و طيب اليوم انت هل تمارسين هذه المهنه ام انه انت اكتفيتي فقط في الشهاده ومن بعدها اتجهتي الى مجال اخر؟ مهنه الطب تحديدا اقصد. لا، انا بعدني مستمره بالمهنه. يعني متعينه يعني اداوم طبيبه اسنان الصباح، يعني صباحي. حلو. ومن ارجع امارس هاي الهوايه، يعني انه عندي بيج على الانستغرام بحب دائما انشر باعمالي، ويعني مثلا هسه بالجديد فتحت الطلب همبين لاي شخص يريد يطلب او يعني يطلب مني انه اوفر له اشياء، لانه يعني احب انه تكون مالتي، يعني الاشياء الاعمال هاند ميد احب انه انشرها، واحب انه تكون عند يعني شخص حلو انه يكون عنده شيء مميز من طبعاً. شخص يعني مقدمه له يعني شيء فريد بس لهذا الشخص معين. طيب يعني دكتوره بدنا نشوف انه انت دخلتي باكثر من شغله، يعني اليوم ممكن النحت على السيراميك فن الحاله، ممكن الرسم فن الحاله طبعاً. او صناعه الاكسسوار والاشياء هاي الحلوه اللي مسويتها انت هذا ممكن فن الحاله. اليوم اختاريتي انت باكج كامل، مجموعه كامله، انت اي واحد من هذول ميزتهم وممكن انه تشتغلين عليه اكثر وحبيتيه اكثر؟ بصراحة هو كل شيء يعني إلى وقت يعني محدد، يعني الرسم هو أنا أكثر شيء أحب الرسم، وأكثر شيء يعني أنا متطورة بالرسم لأنه من أنا صغيرة يعني أطول فترة متعلمة بها هي الرسم. نعم. بس الرسم يحتاج لوقت ويحتاج لجهد ومكان، يعني أنا أرسم بالزيتي فيعني هم يحتاج، ويعني يحتاج لمكان خاصة، أنه أكثر شيء هو المكان، يعني مدى يصير يعني مدى يتوفر، لأنه يعني تحتاجين توفرين المكان والالوان ويعني توسخ الالوان توسخ طبعا، فيعني يحتاج شخص عنده مرسم يعني خاص غرفه.
فيعني التطريز يعني على السهولة، يعني دائما يمي ومتوفر بكل وقت، وهسه الاكسسوارات همين. حلو جميل جدا. طب دكتورة اليوم اعتقد انه انت جابت لنا وياش كم لوحة من اعمالك الشخصية، فيا ريت لو تستعرضي لنا اياها امام الكاميرا حتى نوصل الفكرة اسرع للجمهور ويعرفون عن شنو بدنا نتحدث تحديدا. ايه هسه عندي مثلا هاي اخر لوحة الي، بس يعني صار لها تقريبا انا صار لي تقريبا سنة ما راسمه هيك الشيء، فهاي اخر لوحة كانت قبل سنة رسمتها. وهبين يعني انا اغلب اللوحات اللي ارسمها تكون يعني من 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 خيالي ارسمها، يعني ما احب انه انقل رسمات، يعني افكر فكرة وارسمها. طب احكي لنا عنها هذه اللوحة دكتورة، يعني انا صراحة اللوحة بها كمية هدوء قاتلة، يعني بها كمية هدوء غير طبيعية، بها استرخاء، بها ما اعرف، يعني يا ريت لو تحكي لنا عنها اكثر. اي يعني هسه انا احب اكثر شيء ارسم لوحات البورتري، بس بهاي اللوحة حبيت انه همين اضيف يعني خلفية مثلا انه ورق الشجر، و بصراحة أنا هاي رسمتها على مدى أحطها ببيتي بالهول، يعني يم ديكور، إنه سويت ديكور لوحة خضار ويما زرع وهيك، فصارت كلش قعدت حلوة. يعني هسه حتى مثلا صديقاتي وهاي كل الناس تطلب من عندي إنه أرسم لهم هيك، حتى يعني ديكور يصير كلش حلو. حلو. عندي هاي ديكور حبيت يعني ترهم ويا الزرع ديكور. عندي مثلا هاي هم بورتري. تصير انه يعني احب الرسمات الكلاسيكيه اكثر اني مثلا كبورتري كهيك رسمات كلاسيكيه. طيب دكتوره هاي شخصيه معينه ولا من الخيال انت رسمتي اليوم هاي اللوحه الجميله؟ يعني لا من الخيال. حلو. وبصراحه يعني يسلم خيالك دكتوره على هالابداع اللي تطلعين به. حلو. طيب اليوم هل الموضوع راح يتوقف عند لوحات تتعلق بالبيت او هناك مشروع اكبر ل يعني التعبير عن هذا الفن؟ يعني انا بصراحه اصلا هو بديت ارسم وبديت هذا الشيء يعني لانه انا احب انه مثلا كل شخص اعرفه او يعني كل شخص اعرفه او يعني يهمني احب انه اقدم له شيء يعني انا يعني صانعته بايدي. حلو. حتى يبقى عنده ذكرى من عندي يعني يمه هيك. مثلا هي هاي اي وعدي مثلا همين اذا كتطريزات يعني هيك مثلا اسوي تطريزات صغيره تصير مثلا هاي اكو هاي هم يعني احب هيك اشياء اسوي. ما شاء الله. حلو. واكثر شيء انا دا احب التطريزات احب هيك شغلات يعني اللي تصير 3D يعني اللي باهرة مبينة، يعني شغل مو بس بالابرة والخيط، يعني ابرة وخيط اي تكون هيك يعني بارزه. نعم. طيب دكتوره احنا هاي الاشياء مثلا عندي هاي همين حلوه كلش دقيقه وكديكور للمطبخ جدا دقيق، يعني يعني اللي دا نشوفه انه هذا ياخذ وقت كلش طويل. اليوم انت احنا كنا نعرف انه مهنه الطب مهنه صعبه جدا، يراد لها تركيز، يراد لها دماغ فارغ، يراد لها هدوء، يراد لها كل شيء، يعني لان فتشي جدا صعب خاصه المجال اللي انت بيه يعني مجال الاسنان. فاليوم انت دا احس انه يعني تخلصين الضغط اللي عندك اثناء عملك الصباحي، وبعدين تلتجئين الى هواياتك حتى تفرغين كل الطاقات اللي عندك في هذا المجال. اي يعني هي يعني شلون تكون الهوايه، يعني هي تخلي الواحد يفرغ الطاقه مالته، يعني انه الضغط ضغوطات والاشياء، فيعني من متوتره من هاي احب انه اطرز او ارسم او مثلا اسوي اكسسوارات. مثلا هسه هاي انا صنعت القلاده، اكو هذول همين مثلا هاي يعني انت دائما وقتك مليان. مثلا اكو هاي اي هذه نقطة مهمة جدا يمكن اليوم يعني ما احب انه شو اسمه انا ما احب انه اضيع
ما احب اضيع وقت، يعني احب انه دائما عندي شيء اسويه، يعني مثلا دائما حتى من امل من شيء او هاي، يعني احب دائما اتعلم هوايه جديده. احب هسه انا كلش عاجبني اتعلم صنع الخزف، يعني مثلا مزهريات وهيك تحفيات دا اتعلم هسه بالجديد همين. طيب دكتوره ايه، اليوم حابه اعرف اكثر عن مشاريعك المستقبليه على المستوى الشخصي. اليوم هل ممكن يعني تضحين بمجال مقابل اخر، او انه انت تطورين بالمجالين؟ لا انا احب اتطور بالمجالين، يعني هسه انا هم بشغلي يعني كلش يعني ملتزمه، ويعني ملتزمه كل يوم وشغلي هم يعني الحمد لله. بس يعني هي مثل ما تكون هوايه، هاي هوايه الفن يعني هي هوايه، يعني احد يقضي بها وقته، يفرغ بها الضغوطات. فيعني أنا بوقت الفراغ أحاول إنه ألتجئ لهاي الأمور، يعني هم تملي الوقت وهم تفرغ الضغط. ويعني هم مثل ما قلت لك، أنا فتحت البيج هذا جديد، حبيت إنه يعني هم حتى يصير لي إنه حافز حتى أتطور أكثر. ودا يعني دا أسوي، بديت إنه هسه بالجديد بديت فتح التوصيل همين للإكسسوارات وهالأشياء. طيب دكتورة، يعني أنت اكتفيتي اليوم بالبيج اللي هو أونلاين، ولا اكو مشاريع قادمه ممكن انه تفتحين جاليري خاص بيك وتعرضين كل منتجاتك، بما انه انت يعني عندك اكثر من صنف واكثر من شغله تشتغليها مو فقط بس الاكسسوار؟ اي يعني هو هذا من زمان كان انا عندي هيك طموح، وكان عندي هيك يعني هيك كان عندي هيك هدف انه عاجبني افتح معرض لي خاص، وتكون بي تنعرض بي رسوماتي، وانه ابيعها. يعني انا انه اغلب اللي يستخدمون يعني يشغلون اشياء هاند ميد يحبون انه يسووها الهم وكلش يعني يحتفظون بيها، بس انا احب انهم تكون عندي يعني شيء انا صانعته عند كل شخص. يعني انا كلش يعني مو انه بالقيمه الماديه او هيك، بس انا احب انه يعني حتى لو انطيها لاحد حتى تبقى عند شخص، يعني يقول هاي اي سوتها الي. حلو. اكيد، واحنا بدورنا طبعا نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى اعمالك تصل الى كل بيت عراقي، لانه انت فعلا تستحقين، وانت مبدعه بما تقدمي اليوم بكل المجالين. فشكرا جزيلا لك يا ايه، وشكرا لوجودك ويانا في صباح دجله لهذا اليوم.